السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي الكرام ومشاهدي الكرام. أنا سعيد الجمالي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على إجابة للكثير من الأسئلة التي تراود الكثير من المسلمين حول العالم، ليس فقط العرب، وسوف نحاول الإجابة عليها. أنا لست مفتي ولست عالما، وإنما سوف يعني أساعدكم بالوصول إلى بعض الفتاوى للكثير من العلماء التي تتحدث عن مثلا الإجابة عن هذه الأسئلة مثلا المتعلقة باستثمار المال في البورصة. فالكثير من الناس يتساءلون هل ما هو حكم استثمار المال في البورصة؟ وما حكم التجارة بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية عبر البورصات العالمية؟ كما نعلم التكنولوجيا العالمية يعني مجال من أنجح المجالات حول العالم في عصرنا الحالي، وبالخصوص عندما تستثمر أموالك في البورصة لشراء أسهم ما في شركات معينة ضخمة يعني تربح المليارات. يتساءل الكثير من الناس حول دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية، يتعجبون في هذا الأمر ويطرحون أسئلة ما الحكم الشرعي فيها، أو بالأحرى الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة. هل استثمار المال في تجارة بالأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ لن أجيب من عندي لأني لست مفتي ولست عالما، سأرشدكم إلى إجابات العلماء حفظهم الله حول هذه الأمور وهذه الأحكام. دعونا نتعرف على موقع إسلام ويب. إسلام ويب من أكثر المواقع الموثوقة في الفتاوى حول العالم، وفيه لغات متعددة: العربي، الإسباني، الألماني، والفرنسي، والإنجليزي، ويمكنكم التواصل معهم. هناك علماء موثوقين ولديهم العلم ما على منهج أهل السنة والجماعة، ربما مدعوم من عديد من البنوك الإسلامية كما ترون، والله أعلم. سوف نتعرف في هذه الصفحة على إجابة. يقولون حكم استثمار المال في البورصة. السؤال يقول: هل استثمار المال في تجارة بالأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ الإجابة التي أعطاها الموقع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد، فإنه يجوز التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين 1241 و3099. سنتوجه إلى هذه الفتاوى. يجوز التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية، هذا عنوان المقال. يقول السؤال: ما حكم التجارة بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية عبر البورصات العالمية؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، الأسهم. هنا يعرف المفتي الأسهم ما هي. هي حصة في رأس مال شركة ما، تجارية أو عقارية أو صناعية، ملاك أو شركة عقود، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال. والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا وشركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعا. دعونا الآن نتعرف على أحد الشيوخ الذي أراه كثيرا في قناة زاد الفضائية، جزاه الله خيرا. سوف نستمع إلى ما قاله حول هذه الشركات التي إما أنها مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، تكلم عليها. اسمع، على قناة CNBC الفضائية. البورصة وتجارة العملات. بالنسبة للعملات والبورصة العالمية، تفضل دكتور. عندما يرى المسلم أن هنالك طريقا وعرا محفوفا بالمخاطر وفيه عدة مسالك من الشر، يعني مثلا أشياء، مثلا بنوك عالمية قائمة على الربا، شركات تأمين عالمية قائمة على الميسر، شركات سياحة وفندقة وأنواع فيها أنواع كثيرة من المحرمات. نعم، كما رأيتم هناك الكثير من الشركات التي مثلا قد تساهم في شراء مثلا سهم فيها ولو قليل جدا في البورصة، فعندما تستثمر أموالك فإنك تعطيها ما من مالك وتساعدها في العمل على ذلك، وشراء وتصنيع الخمور وبيع الخمور،
فأنت عندما تربح شركة من بيع الخمور وتشتري مثلا هذه الشركة تشتري سوقا معينة كبيرة وتوسع سوقها بسببك أنت أو على ظهرك أنت لأنك أنت دعمتها بالمال، بالتالي في آخر الشهر أو في آخر السنة عندما تربح هذه الشركة وتزداد مثلا أسهمها ترتفع فإنك تربح منها، تعطيك أموالك بالأضعاف. ولكن من أين جاءت أموالك؟ تأتي من تلك الخمور التي صنعت من طرف هذه الشركات. هنا يجب عليك أن تعرف إلى أين ستذهب أموالك وعلى أي أساس تعمل هذه البورصة مثلا، يعني كما قالوا هنا في الفتوى وغير ذلك مما هو محرم شرعا فهذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أحمد وابن حبان. النوع الثاني أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج تكنولوجيا مستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة، فهذه المساهمة فيها بيعا وشراء جائزة شرعا بشرط خلوها من الربا اقتراضا وإقراضا. وأما كون هذه التجارة تجارة الأسهم تمر عبر البورصات العالمية فإنه يجب أن يعلم أولا أن هذه البورصات يعني العالمية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ضارة. من الجوانب الإيجابية المفيدة أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة كذلك على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة وتسهل بيع الأسهم والبضائع، وتسهل أيضا معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة في الغالب، ومن هذه المحاذير ما يلي هي خمسة: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعا. ثانيا أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم نحوهما. ثالثا أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع ما لا يملك. هناك مثال يقول لا تشتري السمك في البحر، فشو الاحتكار ومن قبل المتمولين. خامسا خطورة هذه السوق أي البورصة، ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا، فإن اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعا في التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة على النحو السالف، مع مراعاة عدم الوقوع في البيع على المكشوف لأنه بيع ما لا تملك، أو وأن تخلو العقود آجلة أو آجلة من الفوائد الربوية. والله ولي التوفيق وهو أعلى وأعلم. دعونا الآن نستمع إلى بقية هذا الفيديو. أشياء يعني هنالك يعني على مستوى العالم الآن كثير من الشركات مجال العمل أصلا محرم. ثانيا كثير من هذه الشركات قائمة أصلا على الاقتراض الربوي. ثالثا كثير من المعاملات التي تتم عن طريق الشبكات العالمية في البورصة فيها ربا وغرر. أحسنت. نعم. جهالة. كما قال الشيخ في هذا الفيديو الغرر في هذه الأمور السلبية التي ذكرها الشيخ، قال فشو الاحتكار من قبل المتمولين، هنا يتأبطون شرا دائما، وأن المشترين فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر نفسه يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه. تخيل معي أنك تشتري سلعة معينة يعني صاحبها لم يشتريها بعد. غرر وجهالة. ولذلك لما يرى المسلم المسألة محفوفة بهذه
المخاطر والمصائب في الدين فإن عليه أن يتباعد عنها، يختار جوانب أخرى من تشغيل الأموال بالحلال، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. دعونا الآن ننتقل إلى الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة، وهذه فتوى أخرى. يقول سؤال: دخول بعض البنوك الإسلامية، هنا ذكر الشيخ المحافظ كما قال المحافظ الاستثمارية مثلا، المحافظ الاستثمارية مثلا، أو هناك أيضا بنوك إسلامية في العالم العربي. دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية، ما الحكم الشرعي فيها؟ الإجابة هنا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، إذا كانت هذه بنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دوليا، فهذا محرم لا يجوز لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة وعلى عدم القدرة على تسليم عند الطلب عادة، إذا كانت المبالغ كبيرة مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالا. لكن إذا كانت هذه البنوك وغيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط الآتية. قبل أن نتطرق إلى الضوابط، دعونا نستمع إلى بقية الفيديو. في شركات عقارية أو إلى على سبيل المثال إلى آخره، الدعوة إلى إنشاء محافظ استثمارية الناس تشغل أموالها وتربح من خلال هذه المنشآت المالية التي تستوعب أموال الناس. الناس لماذا يذهبون إلى البورصات؟ لأن التعامل سهل. ثانيا، لو عنده 1,000 أو 10 أو 1,000,000 مهما كان عنده من المبالغ المختلفة يشغل، يعني يستطيع. يعني كما رأيتم، دائما الإنسان لديه توجه إلى تطوير ما عنده من الأموال وتكبيرها وتكبير رأس المال، ولكن يجب على الإنسان أن يراعي في ذلك مثلا مكسبه من أين، هل من حلال أم من حرام. عندما تقف أمام الله عز وجل سيسألك أسئلة، ومن بينها: المال الذي لديك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فبما سوف تجيبه آنذاك. فكل قرش مما لديك من المال في الدنيا سوف تسأل عليه يوم القيامة. هذه هي الضوابط العلمية للتعامل مع البورصات العالمية: أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري. ثانيا، أن يتحقق التقابض بين المتبايعين البنك والبورصة دون تأخير ضمن المتواضع عليه عرفا في مسألة التقابض. ثالثا، أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها. العين هنا المقصود بها هي أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالمال أو بشيء ما كسلعة معينة مثلا التي اشتراها، كما يتصرف الملك بملكه. وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة. وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة وأن تكون حلالا. هذه كما تعلمون هي الضوابط التي يجب أن تكون إذا أردت أن تتعامل مع البورصات العالمية. ثالثا، يستطيع أن يسحب المال بسرعة، يعني ما يربط، لأن هذه شاشة تشتري اليوم، لو بعت بعد نص ساعة تأخذ المال. فعندما يوجد عندنا هذه دعوة للمصارف الإسلامية، للمؤسسات الإسلامية، للحكومات، لأهل الاقتصاد والخبرة، أن يوجدوا للناس متنفس، أن يوجدوا لهم أماكن يستثمرون فيها أموالهم غير هذه البورصات الدولية المليئة بالمنكرات والمحرمات والشبهات. نعم، نتمنى حقا أن يكون هناك بنوك إسلامية خالية من المخالفات الشرعية فيما يتعلق بالبيوع، ومسألة البيوع هذه هو علم كبير. يقول الشيخ هنا: إذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود، يعني شيء من هذه الضوابط ضابط أو غيره من أو أكثره أو أكثر من ضابط، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر من هذه الشروط.
فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق بناء على حال السوق العرض والطلب. يقول: والله أعلم. وأقول: والله أعلم. أتمنى حقا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. إن أردت أن تسمع أكثر وأن إن أردت أن تسمع بشكل أفضل، يمكنك أن ترجع الفيديو إلى وسطية أو أي مكان مثلا لم تفهم شيء مثلا جيد فيه، أن تقوم بإعادة هذا الفيديو، إعادة مشاهدته، فسوف تسمع بشكل جيد. وأشكركم على المتابعة. إن كان هناك أي سؤال اطرحوه لي في تعليق. أنا لست مفتي ولست عالم، وإنما أساعدكم في الوصول إلى الفتاوى لا من عندي العلماء الموثوقين والذين مشهور عليهم العلم وزكاهم الكثير من العلماء والمشايخ. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد فيديوهاتنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.